عليكم، اهلا بيكم النهارده في اول فيديو نتعلم فيه الرسم خطوه بخطوه. ان شاء الله النهارده هحاول ارسم وحش كده زي مارد وشوشني، فيلا بينا نبدا الشرح. طبعا اول حاجه تجيب قلم وورقه وهنبدا نرسم العين، نرسم دايره بالراحه خالص كده على قد ما تقدر، هنرسم دايره والجزء بتاع العين وهنسيب جزء عشان نعمل نص دايرة، تبقى دي الجزء بتاع لمعة العين. تمام، جوه هنعمل دايرة صغيرة عشان البؤبؤ بتاع العين، وهنبدأ نديله اللون ايه، نزودله باللون الأصفر. طبعا انت لو معاك قلم رصاص مفيش مشكله، قلم فلوماستر زي ما انت عايز، المهم ان ايه خطوه بخطوه كده مع بعض. خلاص خلصنا الجزء بتاع العين، هنعمل الجزء بتاع البق، نعمل حته من هنا كده جزء مايل وجزء من هنا مايل، وبعد كده هنوصلهم ببعض. ده كده بقى ايه الجزء بتاع البق. طبعا ده احنا بنرسم وحش زي مارد وشوشنا، هنعمل سنتين وطالعين من بقه، وهنطلع لسانه برضو، هنبدأ نعمل الجسم دلوقتي بتاع الوحش. طبعا هنعمل وحش ظريف شوية، فهنبدأ نمشي كده بالراحة وننزل زي ما انا بعمل كده خطوة بخطوة. تمام، ومن الناحية دي برضو نبدأ نعمل الجسم بتاعه بروز كده لطيف. تمام، بالراحة خالص كده، وبعد كده هنبدأ نوصل الخط ده بالخط التاني. كده احنا خلصنا الايه الجسم. هنبدأ نعمل رجل الاولانية، هننزل بخط كده وخط جنبه يكون اطول شوية، وهنخلي الرجل بصة ناحية اليمين لبره، هنعمل رجل كده ونعمل صباع، نعمل صباع تاني والصباع التالت، والرجل التانية نفس الكلام، نعمل الخط الاولاني الخط الاولاني، وبعد كده الخط التاني، وهنعمل اول صباع تاني صباع تالت صباع. كده احنا خلصنا من الرجل، هنبدأ ايه نعمل الايد. ممكن نخليه ايدي الاتنين نازلين تحت او بيشاور بايد مثلا، عشان نخليه كأنه بيخوف، هنرفع ايدي الاتنين لفوق. هنبدأ نعمل الايد الاولانية، هنعمل خط كده مايل وجنبيه خط كمان، الاتنين على نفس المستوى، وهنبدأ نعمل الإيد فيها أربع صوابع مثلا، آدي الصباع التاني، آدي الصباع التالت، آدي الصباع الرابع، نفس الكلام الناحية التانية، هنعمل خط كده وجنبيه خط كمان، ونبدأ نعمل إيه الصوابع، آدي صباع، الصباع التاني، الصباع التالت، الصباع الرابع. وبكده يبقى احنا خلصنا الوحش بتاعنا. نبدأ بقى في التلوين. طبعا انت لو عايز تلون ممكن تلون بأي ألوان عندك، فلوماستر أو ألوان خشب، الألوان المتوفرة عندك. احنا هنحتاج اللون الأزرق عشان العين، وهنحتاج اللون الأحمر للجسم، واللون البينك عشان خاطر اللسان. الثلاث الوان دول اللي احنا هنحتاجهم. نبدا نلون العين، بالراحه خطوه بخطوه. خلاص كده لونا العين. طبعا العين نفسها هتبقى ابيض، هنسيبها زي ما هي ابيض،
وبالنسبة للجسم هنعمله أحمر. نعمل دلوقتي اللسان الأول، اللسان هنعمله بينك. وبالنسبة للجسم هنعمله لون أحمر. وبكده يبقى احنا خلصنا الوحش الجميل بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك، ولو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وانتظرني مع الفيديو الجديد ان شاء الله. ولو حابب حاجة معينة نرسمها ممكن تكتبلي في الكومنتات. وشكرا، مع السلامة.